بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار المواكبة الإعلامية لموقع MRE24 لما يجري ويدور في الساحة وكل ما له علاقة بالجالية المغربية المقيمة بالمجر، ارتأينا في هذا اللقاء الخاص الذي نستضيف فيه ضيفا خاصا من طينة نادرة، وهو الأخ الفاعل الجمعوي النشيط في الساحة البلجيكية وعلى الصعيد الوطني والدولي، الأخ حسن مصباح، الذي نرحب به هنا والذي نتمنى أن يكون اللقاء معه شيقا لكي ينور الرأي العام بمجموعة من المعطيات، خصوصا ما يجري في الآونة الأخيرة هنا في الساحة البلجيكية. اسمي حسن مصباح، فاعل جمعوي، رئيس جهة فلندر للأصالة والمعاصرة، ورئيس جمعية الآباء المغاربة سابقا للجمعية، يعني وقفت الأنشطة ديالها. سي حسن، في الآونة الأخيرة تتبعنا بعض الاتهامات الخطيرة التي وجهت لكم بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بصاحب الحائط الفيسبوكي أظن اسمه بن سليم، وتم توجيه اتهامات خطيرة لشخصكم بمثلا من جملتها أنكم المسجد الذي كنتم تتولون رئاسته وهو مسجد البراق بمدينة مالين قبل سنتين قد قمتم باختلاس أموال طائلة من ميزانية المسجد. نريد الأخ حسن أن تقوم بتنوير الرأي العام، هذه المعلومات هل هي صحيحة أم باطلة؟ نريد الرأي ديالك في هذه الاتهامات الأخ حسن. أولا هذا المشكل، يعني راه الحمد لله الرأي العام كيعرفوا، الناس اللي كيعرفوني في الساحة، يعني الأنشطة اللي كنقوم بها والعمل ديالي الجمعوي وخصوص في المجال الديني، ويعني اللقاءات اللي عندي والتواصل اللي عندي مع جميع الجهات ولا مع الأديان الأخرى، الحمد لله عارفين كاين اشخاص معروفين، يعني من هذوك الناس اللي هما افكار ديالهم انفصاليين، يعني كانوا كيحاولوا باش يوقفوا ديك الانشطه اللي كندير مع المغرب، كيقلبوا على اي طريقه وعلى اي حاجه يعني اللي كنديرها. يعني انا كنت اخر نشاط اللي هو يعني الاول من نوعه من منذ الوجود الجاليه المغربيه 50 سنه في خصوص في بلجيكا، هو كان عندنا حوار مع الاديان وخصوص مدينه مالين، كان من 2006 وحنا يعني كنجلسوا مع المسيحيين وكنديروا معاهم انشطه، يعني نظمنا واحد اللقاء مهم بزاف في مدينه مالين اللي هو الحوار بين الاديان، اللي هو شاركوا فيه الدكتور محمد الاسماعيلي اللي جانا من المغرب، استضفناه من المغرب، كان الموضوع ديالو مريم في القران والانجيل، يعني كان واحد الحوار بين المسيحيين والمسلمين، كان في واحد القاعه عطات واحد النتيجه كبيره، واحد الحضور كان قوي 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 جدا. كاينين انا نشرتهم، كاينين عندي في الفيسبوك وكاين منشورين في بعض المواقع. من بعد الرجوع ديالنا لقيت يعني ناضوا بعض الاشخاص في وسط المسجد، ناضوا بواحد الغوات بان راني مشيت للمغرب وانا خديت معايا اليهود والنصارى وكذا 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 وكذا، يعني بان انا يعني كانني مرتد وكانني كذا، يعني هاد الشيء هذا بداو كيشعلوا النار في وسط الجاليه المقيمه، ولكن الحمد لله ما لقاوش اي طريقه، بقات الامور مستمره، وبقيت كنظم زياره ثقافيه للمغرب مع الطلبه، يعني اخر ما جابوا اخر مشروع لي في الجرائد بان انا اختلست باموال ديال المسجد، يعني كانت هذا يعني واحد يعني واحد الاتهام، يعني ماشي غير هاد الاشخاص، هذا هما اربعه بهم انا، يعني دابا كيقولوا بان راه كاين يعني محكمه ضدي في المحاكم البلجيكيه، وهذا العكس، انا ما عندي حتى شي حاجه محكمه، يعني اذا كان شي واحد كيثبت هاد الشيء يجيبها، وانا كنقولها من هذا المنبر اي واحد، ولا ما عندي ما عمر عندي شي حاجه في القضاء، الا انا فعلا عندي مقدم دعوى ضد هاد الاشخاص اللي عطونا اتهامات، ومازال القضيه ديالي في المحكمه الحمد لله كنتابعها مع المحامين ديالي. هذيك يعني الصفحه ديال بن سليم، ولا هي راه ماشي بن سليم، راه كاين تما بن سليم وبن سليمه، كاينين بجوج راه معروفين
وحنا عرفناهم وبالحجج وبالدلائل. كاين الحجاج والدلائل شكون هما، والحمد لله ان شاء الله غادي نوفيكم بهذا الشيء في المقاريب شكون هادو وعلاش داروا هذه المسائل هذه، لان حتى هذا الشيء هذا عنده علاقه مع الرئاسه ديالي في 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 لندن كرئيس فرع الجهة الأصالة والمعاصرة ديال الجهة. حسن، علاقة بحزب الأصالة والمعاصرة الذي كما نعلم ويعلم الجميع أنك تترأس فرع حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فلندر، بغينا تعطينا واحد النبذة، واحد الوضعية الراهنة اللي كيعيشها فرع حزب الأصالة والمعاصرة ببلجيكا، لأنه حسب ما يجري ويدور في الساحة وحسب المواكبة ديالنا للعديد من المعطيات التي تراكمت في الآونة الأخيرة، بغينا نعرفوا الوضعية ديال الحزب ديال الأصل المعاصرة فرع بلجيكا في هاته الأثناء، الوضعية ديالو من وجهة نظر ديالك أنت كرئيس فرع حزب الأصل المعاصرة بالمنطقة الفلامنكية جهة فلندر. اولا سي محمد، القضيه ديال انتمائي للأصالة والمعاصرة هي واحد القصه، يعني سبحان الله، يعني الاقدار ما يتقدر عليك الانسان شي حاجه، يعني لان انا نقدر نقول قبل ما نكمل لكم اكبر غلطه درتها في الحياه ديالي انا وهي انتمائي لواحد الحزب السياسي سواء كان الأصالة والمعاصرة او اي حزب اخر. يعني انا يعني هذا يعني العمل اللي كنت كنقوم به يعني ما كانش عندي باش نمشي له، ولكن وقع لي واحد النوع ديال الاستغلال، يعني واحد الانسانه اللي طلبتني لان عندها مشاكل في الفرع بلجيكا اللي اتصلت بيا قالت لك خصك تعاوني وتوقف معايا، راه عندي مشاكل داخل الحزب، وكاين الاخوان اللي انا كان يعني كنعتذر لهم من هذا المنبر هذا، لان انا كنت خديت عليهم نظره بانهم ناس احتقروها كامراه وك وكانها يعني كامراه ما رضوش بها. انا لقيت داك الشيء، يعني علاش المراه هي خصها تقود السفينه وعلاش لا؟ هذا خصو يكون هذه المساله هذه. وقفت معها حكت لي المشاكل، اول اجتماع اللي حضرت معاهم من ذاك الوقت لهذا ما كان حتى شي اجتماع، دابا اكثر من سنتين تقريبا، كنلقى عندها مشاكل مع بعض الاشخاص اللي كانوا كيشوفوها بانك تاخذ القرارات شخصيه، كتنفرد بالقرارات وما عندهاش نظام داخل المكتب وما كاينش هذه، هذا الشيء اللي كانوا كيروجوا به، لان هي كتقول لك لا هادو اكاذيب وهذه كذا هذا كذا، راه الناس ما باغيينش. المهم يعني هاد السيده هذه يعني بكل صراحه وقفت معها كاني وقفت مع واحد الاخت ديالي، وقفت معها بجد وبصدق وبامانه، يعني لا يعني الحل الوحيد باش الفرع ديالك ديال بلجيكا يكون عنده واحد النفس على صعيد بلجيكا، ما يبقاش محصور غير في بروكسل وعلى واحد العدد قليل ديال الاشخاص، فرضت عليها بان غادي نفتحوا جهات في لندن ولا والوني. قالت بان فكره مزيانه، ولكن كيفاش غنديروا يعني لهذه المساله؟ قلت لها انا يعني نقوم بهذا العمل هذا ماشي مشكل، يعني اول حاجه اللي درتها قلت لها غادي خصنا لابد من يعني في البدايه قبل ما نفتحوا عفوا باش ما ندوزش يعني هذه اللي مهمه بزاف، قلت لها خصنا نزيدوا بعض العناصر معنا في المكتب اللي يكونوا هما اطر، يكونوا من ابناء الجاليه اللي هما يعني ناس نقيين وعندهم المكانه ديالهم في وسط هذا بلجيكا هذه، يعني يكون عندهم في هذا المجتمع هذا عندهم مكانه، وهي يعني كاين بعض الاشخاص اللي هما منهم واحد الشباب اللي كنفتخر بهم، يعني وفي الحقيقه المغرب كامل خصو يفتخر بهذا الشباب هذا اللي وصلوا لهذا المستوى هذا، اللي هو السي رشيد الطيبي، هو يعني مدير المبيعات ديال اكبر شركه امريكيه المانيه هو هنا في بلجيكا، يعني التحق بنا جبدو يعني ك انخرط معنا في الحزب اللي درناه رئيس ديال في فلندر رئيس لجنه الاطر، كذلك معاه يعني الشاب كذلك من يعني مناجر في واحد اكبر شركه ديال التوزيع في بلجيكا ديال هنا في لافلندر، كاين كذلك واحد يعني في اكبر شركه ديال الطيران اللي هو وعيش سي وعيش مصطفى سي عزيز السفياني، اللي هما يعني في اكبر شركه ديال الطيران البلجيكي اللي معروفه على الصعيد العالمي. هاد الاطر كاين شباب اخرين اللي هما التحقوا ولكن مازال ما كانوش يعني في لا ليست، يعني هاد الشباب هادو لحد الان
يعني عندي يعني بالحجج وبالدلائل وبالايميلات اللي صيفط لها كل شيء بالصور ديالها وكل شيء ديالها والمسائل ديالها اللي عندها يعني المعلومه باش تعطيهم يعني الـ 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 يعني لي كارت ديال الانخراط ديالهم. هذه مده 10 شهور يعني مازال يعني لي كارت الانخراط ما عطات لهمش لي كارت الانخراط كتقول دائما ما كاينينش. يعني انا بنفسي يعني في مدينه الرباط سالت على لي كارت قال لك راه هزتهم ومازال عندها الاغلبيه لحد الان يعني هزوا مع السك. انا شفتهم بعيني ماشي يعني ما بغاش تعطيهم لي كارت لسبب ماذا؟ احنا ما فهمناش لان النيه ديالنا هو العمل يعني الحزب بغينا نعطيو له واحد الصوره اللي كتشرف لان بغينا يعني يكون واحد التغيير في المغرب. بغينا يكون واحد الحزب اللي هو غيكون يعني ما عمرو دخل في الحكومه ما عمرو كان في الحكومه يعني بغينا يعني نسأل. اما الجاليه راه في الحقيقه ما عندهاش اللي غادي يمثلها لان الفصل 17 اللي كاين في الدستور مازال يعني ما طبقش. يعني الجاليه هي اللي عندها الحق تختار شكون اللي غادي يمثلها. يعني الجاليه اللي هي عندها الحق شكون اللي غادي يمثلها. اللي بغى يرشح راسو حر اللي بغى يرشح راسو مع شي حزب اخر ولا. ولكن حنا ملي لقينا يعني هذا الحزب هذا قلنا غادي ندعموه. يعني ما نكروش بان الناس فيه ناس فضلاء اللي كنعرفوهم في المغرب الحمد لله وكنحيوهم على المنبر يعني ناس فضلاء وناس في المستوى. ولكن هذا النوع اللي كيوقع هنا في بلجيكا يعني هذا واحد الشوهه واحد المكتب الاخر الحزب ديال الاصاله المعاصره اللي في المغرب يعني هذا النوع ديال التصرفات اللي هي لا تليق بالحزب. هذه الحاجه اللي هي مهمه يعني اي حاجه اي الحاجه الوحيده اللي كانت هذه الاخت هذه يعني ما عرفتش انا علاش كان عندها واحد التخوف كبير منين شافت هذا الاطور هذا اللي جبت. ما بغاتش هذا النوع ديال الاطور يكون معها في الهنا لان غادي تشوفوا الناس اللي معها دابا شكون هما غادي تعرف شكون. يعني الاطور هما اللي خصنا حنايا علاش؟ لان هادو اللي عندهم الوزن اللي غادي يخدموا بلادنا وغادي يقدروا يديروا. لان خصو تعرفوا بان كان عندنا برنامج فيه 55 مستثمر بلجيكي وراهم حاليا في البرنامج اللي هذا السي الطيبي رشيد كان موجد برنامج باش غادي يجيبهم وكان غادي يجيبهم باسم الاصاله والمعاصره للمدينه طنجه بعد الاحداث ديال الارهابيه اللي وقعت في بروكسل. غيرنا البرنامج والتاريخ اللي هي ما بغاتش هذا الشيء يكون نهائيا. وفي الخصوص بعض المستثمرين الاخرين جوج ديالهم اللي كان اتصلت بواحد من القياديين اللي عندنا في المغرب هاتفيا بلا ما نذكر الاسم ديالو هو راه عارف يعني اتصلت به قال لي ايه مزيان هذا الشيء يجي وكذا كذا كذا. صيفط لي المعلومات ديالهم اللي هو يعني واحد مستثمر في ميدان الطيران واحد مستثمر في ميدان يعني ديال القناطر ولي زوتوروت وداك الشيء. هاد الناس يعني ناس مهمين حنا جيبوهم المغرب يشوفوا نوريو لهم المناطق ديالنا ديال المغرب باش يعني هذا يعني جلب الاستثمار المالي. هذا هو الدور ديالنا حنا كجاليه هنا في المغرب. هي ما بغاتش هاد الشيء هذا لان علاش؟ خافت يعني على المكانه ديالها. قالت هذا الى قبل ما يوصل الانتخابات الى هاد الشيء الدار قبل ما يوصل الانتخابات يعني غيكون ماشي للصالح ديالها. لان هي الغرض ديالها باش توصل لشي منصب. حنا ما حسدناش على المنصب او لا شي حاجه بالعكس. حنا لو خدمت معنا حنا غادي نهزوها فوق الدار ديالنا باش نوصلوها فين بغات. ولكن مع الاسف الشديد المعامله ولكن اللي بقى فينا الحال هو ذاك الموقع اللي هو يعني اللي دارته في الفيسبوك. ومن بعد ملي اتصلت بعض الاخ اللي هو اتصل بهم مهم قال لهم شنو داكشي اللي درتو سحبوه في ذاك الساعه في ذاك يعني هذا واحد من الدلائل بان هما من وراء هذا الشيء. وكاين دلائل اخرى قاطعه على هذا الشيء هذا بان هذا ليس تصرفات ديال واحد الانسان ولا انسانه اللي غادي يمشي واحد الفرع اللي هو غادي يكون مستقبلا عنده المكانه ديالو في الحكومه. الاخ حسن القرار ديال الاستقاله ديالكم هل هي استقاله فرديه ديال السي حسن مصباح ام حتى الاخوان ديال المكتب ديال الجهات في لندن معنيون بامر الاستقاله ديالهم حتى هما؟ السي محمد الاخ لان باش نوريك بان الاستقاله هي موجوده والحمد لله راه غادي توصل للجميع غادي توصل للانسان راه توصل للقياده غادي يصيفطوا لهم هذه الشهادات وغادي حتى هي الرئيسه غادي توصل لها نسخه منها. احنا يعني استقلينا الحمد لله هنا جماعه هنا خمسه بينا ولكن كاين بعض الاخوان اللي اتصلوا قال لك يعني علاش ما استنيتونا حتى نضموا معكم هذا. ولكن كاين غادي يجيو بعض الاخوان اخرين اللي غادي يقدموا الاستقالات ديالهم ان شاء الله مورا هاد الاستقالات ديالنا حنا. وكتعرفوا بان راه حتى يعني الاتهامات اللي داروا لنا في هذه
في لاباج ديال الفيس يعني واحد. انا اللي بقى فيا الحال بزاف هو ديال الاخ البهروتي حسن اللي هو انا قال المساله ديالي معروفه لان الناس اللي كانوا داروا في الجرائد داك الشيء يعني داك المسائل التفضحات وشكون هما هاد الاشخاص هادو الاهداف ديالهم شكون كيدفعهم معروفين هادوك الناس اللي الانفصاليين معروفين وكيعرفهم اي واحد بالاسماء ديالهم تقدر تحسبهم في الاصبع. ولكن اللي هو بقى يعني فينا الحال بزاف هو الاخ حسن المهروتي اللي اتهم بانه يخدم يعني القضيه الوطنيه يتاجر بها. يعني هذا يعني لا يعقل بان الانسان اللي عنده الروح الوطنيه خص هذا السيد هذا يعني يكرموه ويديروا له تكريم. هذا السيد هذا كيستحق وسام في هذا العمل ديالو اللي دار يعني في القضيه الوطنيه. هذه الافلام اللي دار لها الاخراج ديالها واحد التعب كبير سنوات هو كيخدم فيهم كيوجد فيهم باش يوصلها للراي العام والعالم كامل باسره. وهذه الافلام هذا عرضها في امريكا في كندا في انجلترا وحاليا هو موجود في امريكا وغيرجع امريكا مره ثانيه يعني كيخدم هذه المسائل هذه. الا كان هذا السيد هذا كيخدم كصحفي واش كيخدم شكون غادي يوكلو شكون غادي يشربو؟ راه معلوم هذا السيد هذا غادي يتخلص ياكل ياخذ الاجره ديالو. يعني الناس اللي كيهضروا بهذا الاسلوب هذا يعني الناس عندهم يعني القلب ديالهم اسود اولا. يعني هاد الناس هذا يعني الا كان ما فيهش الغير على الوطن ديالو اولا هذا كيقدر يبيع حتى مو باه يبيعهم بجوج فرنك لان هاد الناس هادو يعني الحب ديالهم غير 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 على الماده والحسد. الا شافوا شي واحد دار شي حاجه يعني في فيما يخص البلاد ديالو والوطن ديالو الحمد لله. شكرا وكنشكروا يعني هذا الموقع ديال اميغو 24 كنشكرهم جزيل الشكر الاهتمام ديالهم بالمشاكل ديال الجاليه وكيوصلوا الرساله الحمد لله كما ينبغي وماشي غير في بلجيكا ولكن على صعيد اوروبا الاسري. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا الاخ حسن مصباح على هذا اللقاء الذي كان معك شيقا وموعدنا في لقاء قادم مع ضيف جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.